بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه ميعادنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الطقس هيكون حار رطب نهارا على القارة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون معتدل الحرارة، رطب على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. في النهاردة ارتفاع في نسب الرطوبة على مدار اليوم ونشاط رياح ببعض المناطق، كمان في فرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وحلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة لخفيفة على السواحل الشمالية الغربية على مطروح والسلوم. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. يعني قعدنا نقول جو أغسطس جميل جدا والجو فيه معتدل، بقالنا كام يوم كده الجو حرارته مرتفعة ونسبة الرطوبة فعلا عالية جدا. بالفعل يمكن بالفعل في ارتفاعات طفيفة في قيم درجات الحرارة، حوالي من درجتين لثلاث درجات عن المعدلات الطبيعية. كمان في ارتفاع في نسب الرطوبة بسبب تأثرنا بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا. المرتفع الجوي ده بيعمل على ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة كمان بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، فبيزود إحساسي بوجود نسب رطوبة. وجود نسب رطوبة طبعا بتخلينا نحس بالمزيد من الارتفاع في درجات الحرارة. عشان كده طقس النهارده طقس حر رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية للبلاد، شديد الحرارة على المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء. ده فترات النهار، أيضا فترات الليل هحس بوجود نسب رطوبة في الجو، خاصة إن في اعتدال في سرعات الرياح، يعني ما فيش نشاط رياح بشكل كبير وخاصة على القاهرة الكبرى والمناطق الشمالية. فبالتالي هحس بالأجواء المعتدلة الرطبة خلال فترات الليل في معظم أنحاء الجمهورية وخاصة في المناطق الشمالية. كمان الشبورة المائية مستمرة معانا في التكون فترة الصباح الباكر ساعات الليل المتأخر على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وبتأدي لانخفاض في الرؤية الأفقية فترة الصباح الباكر. مهم جدا ناخد بالنا من الشبورة المائية، لكن هي إن شاء الله سرعان ما بتتلاشى مع استطلاع أشعة الشمس، هي تقريبا 7-8 صباحا الشبورة المائية بتختفي. بالظبط الشبورة المائية بتختفي والرؤية الأفقية بتتحسن على أغلب الطرق. بالنسبة لفرص أمطار الموجودة معانا اليوم، هي كلها فرص أمطار خفيفة مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية على بعض الأماكن من جنوب سيناء زي سانت كاترين ودهب وطابة، ممكن طبعا تكون رعدية أحيانا، أيضا بتمتد لبعض المناطق من حلايب وشلاتين جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر. وكمان بدأنا نشوف فرص أمطار على المناطق الساحلية مطلة على البحر المتوسط من الجهة الغربية، سواحلنا الشمالية الغربية عند مطروح والسلوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة، لكن في مجملها كلها مش مؤثرة تماما على أي أعمال أنشطة يومية. طب وبالنسبة لحالة البحار كمان؟ حالة البحر المتوسط معتدلة، مؤهل لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه، ارتفاع الأمواج لا يتجاوز 2 متر، أيضا البحر الأحمر معتدل، لكن منطقة خليج السويس ما زالت مضطربة، ما زال في ارتفاع أمواج على خليج السويس ما بين 2 إلى 3 متر، وغير مؤهل تماما لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. يمكن احنا بقالنا أسبوع في اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس، لكن البحر الأحمر معتدل ومؤهل لأعمال الصيد والملاحة البحرية وأعمال التنزه. زي ما قلنا في الأول نشاط رياح هيبقى موجود في أماكن محدودة في المناطق الموجودة في الصعيد، ممكن يقلل إحساس نسب الرطوبة بعض الشيء، لكن ما زلنا نحس بالأجواء الحارة أو الأجواء الصيفية اللي فيها ارتفاع في درجات الحرارة. أنا عايزة أعرف بقى من حضرتك المرتفع الجوي ده تأثيره هيختفي إمتى؟ يعني هنرجع إمتى لدرجات حرارة معتدلة اللي كنا فيها طوال شهر أغسطس؟ يمكن احنا باختلاف الايام على مدار هذا الاسبوع هنحس بارتفاع درجات الحراره، يمكن يوم واحد بس او يومين هي اللي درجات الحراره فيها تبقى 33 ويبقى فيه منخفض جوي في طبقات الجو العليا، لكن اغلب ايام هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون في تاثير الرطوبه او تاثير ارتفاع درجات الحراره، لكن من الاسبوع المقبل ان شاء الله يعني مع بدايه شهر سبتمبر الجو هيتحسن شويه، الرطوبه هتقل شويه. بالظبط ان شاء الله كمان مع بدايه 9 اصلا هنحس ان التوزيعات الضغطيه بدات تختلف، قيم درجات الحراره هيبقى معظمها ان شاء الله بتتجه نحو الانخفاض، لان المعدلات الشهريه او المناخيه لشهر 9 بتبقى اقل من شهر 8، فهنحس بتحسن في الاحوال الجويه باذن الله ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم، عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه، على المتابعه اليوميه معانا. خلونا نتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها من القاهره والعظمى 35، الصغرى 25، العاصمه الاداريه 36،
25 اسكندرية 31 24 العلمين الجديدة 31 24 مطروح 31 22 دمياط 32 25 بورسعيد 32 25 اسماعيلية 36 24 السويس 36 23 العريش 33 23 كاترين 35 17 طابة 36 25 حلايب 36 29 شلاتين 41 31 شرم الشيخ 40 30 الغردقة 40 29 الفيوم 37 23 بني سويف 38 23 الوادي الجديد 46 27 أسيوط 40 24 سوهاج 42 25 قنا 45 27 الأقصر 45 27 وأخيرا أسوان 45 29. حاولنا نطمن حضراتكم النهاردة عن حالة الجو، لكن داخل بالنا أن طبعا في ارتفاع في درجات الحرارة مع ارتفاع نسبة الرطوبة، نشرب كميات كبيرة من المياه وما نتعرضش للأشعة الشمس المباشرة طوال ساعات النهار خاصة لكبار السن والأطفال. هرجع مرة تانية لمصطفى ومنى علشان نكمل معاكم فقرة صباحية مصر. شكرا لك يا دين. شكرا لك.